صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وموضع لكسب هذه الدرة المكنونة والجورة المسونة والكون كله يسبي ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة لالتقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تسفي حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بدار الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود باجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله فحين قرب عوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وما فيهن بالترحيب وأقطار الجود الإلهي على للوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين ندعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من تم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وضعه أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماد الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا صلى الله عليه ومعهما من الحور العين قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فأغفلك صبح الكمال من النور أنعمود وبرز الحامد المحمود مدعين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Tak ingin